سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو غيكون على الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج بصفه عامه، وفي اسبانيول بصفه خاصه. الاسبانيول تحيه لحليمه خالتي، ما تقلقيش، والحنان وسعاد ولبنى كاع صحاباتها. مهم من تدخلوا ما تعيروش، ديروا غير جام جام وديروا افوني. يا اختي بيت نسولكم، واش عندكم غير ستيكات والشامبوانات والبندوشات اللي في اسبانيول؟ صافي، ما عندكم حتى شي حاجه اخرى. فين ما تكونوا جايين جايبين ستيكات والشامبوانات وبندوشات، ولا حتى دايرين اورو؟ ها هي فين ما تدخل. الو خالتي، جيبي لي شي حاجه. واخا فين ما دخلت تما جايين جايبي ساك اللي سلمتي لها. كي دايره لاباس؟ وهاكي جبت لك واحد ستيك من اسبانيول على مزيناتو، هاكي واحد البندوش، هاكي واحد الشامبوان. يا اختي واش ما عندكم حتى حاجه من غير الشامبوانات والبندوش؟ اغرادو قتلتونا بها، اغرادو اغرادو. ها الشامبوان، ها بندوش، ها الصابون ديال اليدين، ها ستيك، صافي هادشي اللي كتجيبو. اما واحد صبيبطات ديال سندريلا، بيت نعرف واش عندكم سندريلا في اسبانيول. عندكم سندريلا تمشي تتين في اسبانيول؟ شي صبابط كتلقاو في الباسوره وتجيبوهم؟ ما نعاودش لك، كتجيب لك صباط مقمقم من القدام ودومي طالو ديال سندريلا، وبالصفر ولا بالبيض كتقول لك هاد الصبيبات غزال واعر، شارينو بالثمن من لا مارك على من زيناتو. بيت نعرف اختي واش ما كتمرقوش هاد ستيك هذا؟ واش عندكم هاد ستيك؟ واش كاين هاد ستيك في اسبانيول؟ ولا كتلقاوه ب 160 ريال عندنا، ب 60 ولا مع 70 سنتيم عندكم لقيتو موجود؟ ايوا زغبني الله تانا، قلت لها خالتي جيبي لي شي ريحه زينه من اسبانيول تبقى ريحتها على من زيناتها. جابت لي هادي، رشيت منها وساليت، قلت صافي ريحه زينه. ملي جيت نشوف لقيتها ريحه الموته، ريحه الكافور ديال الموته. ملي كيشدو الموته يغسلوهم كيرشوهم بها محشومات. خالتي جيبي لي ريحه الكافور. ها دوزنا هادي، دوزنا وقلنا ماشي مشكل، عندكم في اسبانيول هاد الروائح الدنيا هانيه. اييه قلنا لا، جيبي لنا الصباغه بحالنا بحال عباد الله، تكون صباغه زينه. واش هادو من الصبيغ اللي عندكم؟ واش انايا رسام؟ انا باغا نرسم بهم في الحيط، ها بيت نسبغ بهم. انا عندي الجير في راسي، تعوض الله. واش هادي صباغه غنصبغ بها راسي؟ اقولوا لي واش غنولي ضحكه في المغرب؟ يضحكوا عليا العيالات في المغرب، يقول لك صابغه راسها بالخضر. اييه والشامبوانات، هادوك الناس راه شعورهم رطبين من عند الله، شعورهم رطبين كيبغوا هما يحرشوهم، كيخرجوا دي شامبوان. وهادوك لي شامبوان هما شعورهم ملسين بزاف، وهما كيديروا لهم دي برودوي في الشامبوان باش كي ملي كيغسلوا راسهم كيحرش شويه. نتوما شديتو دوك الشامبوانات كتجيبو منين؟ حنا نغسلو بهم ريوسنا؟ حنا في المغرب شعورنا حرشين عباد الله، حرشين. كتجيبو لنا هاد لي شامبوان؟ واش هاد لي شامبوان اللي كاينين؟ ها كتجيبو لنا هاد لي شامبوان اكزوتيك؟ ها ملي كنصبغو بهم شعر، ملي كنغسلو بهم شعرنا كيولي شعرنا بحال الحلفه جيكسا. ادو وقتلتونا باغرادو. ها كيراتينا، ها اغرادو، ها هادي ماسكاريه، ها هادي شامبوان، هادي ملي نديروهم ولا طحينا الشعر. ها هادو يا اسبانيول يا المغاربه في اسبانيا دويو. وانا كنضحك معاكم، ما طلعوش تعيروني، طلعوا ديروا سبسكرايب، سبسكرايب ولايك، ما تعيروش. كنضحك معاكم المغاربه، بقاو تجيبوا لنا هادشي. اللهم هاد ستيك ديال اسبانيول ولا ستيك ديال المغرب؟ هذا بعدا داير عندكم 160 ريال كيعتقنا، اما ديال المغرب راه كتشريو ب 20 درهم جوج اورو، وكديري 5 دقائق كي بحال ما كاين والو. واختي الله يخلف عليك اخويتي، ها جيبوا، جيبوا لينا الكادوات، ها جيبوهم. اسمحي لينا اختي حليمه كنضحكوا. وما نساوش تحيه صحابه حليمه كاملين. سعاد غجيبي الكادو، ما تخافيش.